السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو تبدأ بصلاح الولايات الأولى والمتحدة عن السفارة بشكل عام، وبعدها تكلمنا عن مشكلة سيدي، وتكلمنا عن الأطراف، والآن هنتكلم عن آخر فيديو في الموضوع هذا وهو الإصلاح. أنا ألخص الملفات بشكل عام. عندنا مشكلة في منظار مصر، تمام؟ كيف نعرف إن في مشكلة؟ لأنه لما ما تزبط أو إنه كان مكسور، هذه مشكلة. الضرر اللي حاصل معنا إيش هو؟ كيف أقدر أصلح الضرر؟ كيف أقدر أصلح الضرر؟ عندي حل للحين. إذا كانت الضرر فلتة، أنا أقرب إلى الضرر في صلاحي. لكن إذا كانت الضرر مستمرة، لازم أعرف فين أشحنها وأوديها، عشان واحد ثاني في بلدها هي نص النظارة، البلد اللي كانت في الصين ولا في ألمانيا ولا في إيطاليا، تصلح هناك وتجي، أو يكون عندي أنا هنا وكالة تصلح لي النظارة دي. عندي وكالة تصلح لي النظارة. فيا هم أرسلوا لي أحد إلى أنا مرة مصلحة في يعني مصلح بلدي هو ما راح يقول لي لا، لكن أنا مهمتي ومسؤوليتي لازم أعرف، ولو خربها مشكلتي، لو خربها مشكلتي مش مشكلتي، هو مثلا أطراف بالأمانة، هو إذا كان هو حليم ممكن يقول لك والله الأمانة هذا الأطراف ما أعرف فيه معلش توصل ولو خربها مشكلتك مش مشكلة، تمام؟ فاللي هنطلع فيه بفائدة من المشكلة هنا مش مشكلة إن إحنا نعرف في مشكلة، تمام؟ ولا مطلب هو إصلاح. كل اللي أنا هوضحه في الفيديو هذا إنه النظارة لازم تعرف هي مين ومين الشخص المناسب يصلح. لازم انت تعرف النظارة معك هي بلدي هي مستورد، وبعد كده توديها للشخص المناسب. لو قدرت تسوي هذا الحاجة ما يكون عندك مشاكل في هذا. عندك خلاص بدأ يصور. طبعا ممكن تختلف معايا ممكن تختلف معايا، بس انا هتكلم بالتفاصيل عن اهل الاختصاص. كل الفيديوهات اللي هتكلم عنها ممكن تروح لشخص اخصائي اجتماعي يقول لك اذا انا كنت غلطان يقول لك اذا كنت صح، بس لازم تروح لاخصائي اجتماعي، ما تروح لصاحبك، ما تروح لواحد من برا اختصاصك، اخصائي اجتماعي. البلدي
كل شهر. المستورد تمام عكس المعروف جيد عند الله. بس هي نفسها لأنه ممكن حتى البالي يكون شيء يقول البالي خلاص. خلينا نقول إن إحنا الآن موجودين حاجة خلينا نقول إحنا الحين في وسط بيئتك وسط مجتمعك في بلدك ومشاكل طبعا في نفس البلد هذا مشاكل معروفة بالنسبة للأشياء والأفكار اللي أنت بتتكلم عنها. طيب طالما أنت موجود هنا تأكد تماما طالما ما هي معروفة في 1001 فلسطين هنا عشان يصدقوا لك الألف هذا نقدر نقول عنه إيش؟ متوفر. فمتوفر يعني صوت في النهاية يعني الوضع اللي هو مستقر. متوفر. خلاص؟ وهنا قريب تمام؟ هي المعروف خلينا نقول مثلا نتكلم عن الاكل مثلا شويه نقول مثلا طعميه كم واحد احنا يسوي طعميه كثير لو انت بس وقفت كده وقلت الطعميه هذه مش حلوه في 1000 واحد حيعدون لك على حلوه طعميه هذه احتاجت مشكله خلينا نقول ندخل في الاشياء المستخدمه على السيارة لو كنت مثلا تكلمت عن السيارة اليابانية خلينا نتكلم عن تويوتا كويس وصار عندك مشكلة في 1000 واحد مرت عليك نفس المشكلة وفي 1000 واحد شغال لحل المشكلة شغل أكل رزقته ويحل المشكلة خلاص فبالتالي هنا الغلط سيدي فالإصلاح هنا هو فقط الإصلاح هو شوف معروف إصلاح توجيه تمام الإصلاح هنا بالتالي يقول لك التوجيه أتم توجيه في هنا دائما عندك خيارات في خيارات متعددة فلان مع المهندس ما صليت كده في الغد في اللي بعده في اللي جنبه في اللي وراء في ألف واحد لكن طالما السيارة اللي عندك مثلا هنا خلينا نقول لك هذه أتوبة صح كده؟ لو جبت سيارة أتوبة سيارة نظيفة شوي خلينا نقول كده عشان ما تقول السلوكي حتى أنا شركة صيني الغريب مهما كان ايش الميزات اللي فيه فهمت علي؟ حتى انت شوف هنا مثلا خلينا نتكلم عن تويوتا كم سيارة تنباع؟ في بعضها كم سيارة متوفر يقدم الخدمة؟ شوف العدد دائما يزيد بزيادة كم واحد يعني.
fin. Der Herz soll das ja هنا مطلوب اذا كان غريب لازم تفهم ما في لازم لازم اذا كان غريب ونادر ما في حاجه ما في واحد يجيب حاجه غريبه ونادره الا اذا كان هو نفسه متخصص يعني هو نفسه بيشتغل في الصناعه نفسها عنده الوكاله عنده هو صاحب السيارة فجاب الحاجة المال هذه وفهم بالضبط من فين يجيب قطاعها لما هو يدخل لما هو بيجي على الجهة هنا يدخل مقادير بينما انت هنا بس تكتشف فين تودي الكارثة تحصل فين؟ الكارثة تحصل دائما الفاهم هنا حيجلس يتفلسف طب ما هو في عندك يضرب ومسجل لم يكن في عارف لم يكن في عارف مزعج الشخص هذا مزعج لانه ما عنده في واسع عارف الدنيا كيف ماشية هو عشان مفني فهو عارف وفاهم صنعته فيقعد يتفلسف بس هو فاهم في حاجة واحدة بس ما عنده إدراك إدراك ضعيف كلام يعني نقول الفاهم هذا عنده سوء إدراك إدراك ضعيف في السالفة إدراك ضعيف نجي هنا للفاهم إذا كان عارف بس مش فاهم ايش اللي حيصير؟ اسمعوا لما اخذ دقيقه هنا في الموضوع عشان هذه كثير ناس بتسمعها بياخذ هذا ويحطه هنا لا ليش احنا بدينا بدينا بدات هذه مصيبه مصائب في هذا تشوفوها سوى حاجة واحدة غلط أخذ هذه والداعي وزحلقها على أساس أن هي إيش قوة المعروف كل الناس اللي هي ما عرفوا أن هذه ما هي شيء بلد ما هي حاجة بلدية شوف الإيش اللي يحصل شوف الكوارث الحكم عليها هي مخلوقة في صورة جروس والله مش جروس تقييمها غلط معرفة المشكلة فيها غلط لأنهم يعرفوا هم فاهمين هم عارفين بس مش مهم فبيعدلوها على حسب الأسس اللي عندهم فإيش اللي يحصل؟ يحصل إن هي تروح تنزل المستوى الثاني شو هو ما يجي السيارة ايش فيه والله ما فيها مشكلة بالبوكس الشخص هذا هو المتوفر جالس يصلح في المكان الخطأ طبعا هذا حيصير طبعا النتيجة دائما هي نتيجة هي اللي حتتحقق ليه؟ لأنه هذا مجرد هذا
نصلح وفي النهاية النتيجة خطأ. النتيجة خلينا نقول هنا النتيجة سلبية ما تعلم. هم برضو عندهم نفس المشكلة اللي فاتت. ما أدركوا إنه جالسين يصلحوا شيء مو باختصاصهم. ما عندهم يتعلموا. فبالتالي ايش اللي صار؟ اللي صار انه الغريب الحاجه الغريبه هذه سواء شخص او سلعه او سياره مثلها بالسياره انه شيء معروف اول واحد الفرد هي الفرد الاول اللي انا اسميها ايش في كده كده لا حكم لازم كده كده ده خط المرحله الثانيه اللي هي اشخاص تمام يعني تخيل واحد او سياره ارسلوها قالوا عندها مشكله جرب اسبوعين عندها مشكله كده كده جرب سليم جرب اسبوع ممتاز طبعا اول مره هيبدا في جرب اسبوع وما هيعرف يرجع لانه سليم هذا ناهيك انه هو فكر قضية ما قضية كل حاجة وصوصه في النهاية حيكون هو كاشف كان سليم فصار خراب خرابي مكينا وجبوكس ترجع وترجع ثاني ترجع ثاني في النهاية ايش حيسوي؟ حيحل المسألة ايش حيسوي؟ والله أنا الوكس هذا أنا ما أفهم فيه فهمت علي؟ فإيش أسوي؟ أروح المخرب تمام؟ في ناس مخرب ما اللي بيسمعوني هم عارفين هياخذ طبعا هو دائما عشان لأنه هذا لو فشل أنا فاشل أنا فاشل فكيف يجي يمشي يقول أوف يقول له أنا ركبت المهرة جرب وكس صوت يوطي في عالي كلام لا كل من السيارات ماشي في الجرس فجاء يركب جرس التوتي الحبيبي تمام بس عنده مشكلة جرس التوتي عندها مشكلة في المساعة وعندها مشكلة في النهاية تعني شبكة فيها تعال نخرط ولا خوط أنا لا طلبت منك أنا جبت لك جرس اللي ماشي لما يجي يسألوك يقولوا له يا أخي أنت يا أخي سعد خطوة ما أجيب جواب سلام عليك مشكلة تمام وأنت لما تروح الجواب يقول لك والله أنت جواب سلام زين إيش عندك مشكلة في الجواب؟ ما تنسى ركز على فكرة غلط لا الشركة هتفهم ولا أنت هتفهم هنا هتكون المشكلة فهيغير الجرس هتضرب الماكينه هيغير الماكينه تمام الادب فيها مشكله ليه لا والله الماكينه ما هي جايه عندنا بس هيغير تمام لحد ما تطلع لحد ما تطلع ايش؟ لحد ما تصير بلدي بس بلدي مين؟ بلدي مش حاسك ولا راح يقول لك لا هيبيع الجرس وهيبيع الوكيل وهيبيع كل اللي هو تمام؟ بس هيغير هيغير من بلدك هو هيبيع هيغير لك الشماعة هيغير البودي هيقول لك روح الربوع هيشتغل معاك بالمعرفة ليه لو دخل يده هيطلع هو خرب ولا هو يغير الدرس هل هذا فهم؟ مو فهم هذا عارف الإنسان بريد مش فهم بس مو ظبطه خط 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انت
تبني مشكلتك. هو لسه هو مش ما هو ماشي على المسار ده كويس؟ هل تقدر تلومه ولا لا؟ هل ممكن هو كان يحسن في التعامل؟ ايوه كان بس هو كان عنده اطلاع، بس هو ما عنده اطلاع، هو عايش في موقع اجتماعي هو على رجل الوضع بيكتب مشكلة. مو انت لا هو بيتعامل يعني مع الناس كلها. هو ما راح درس بلد ولا يعرف فين ولا يعرف حتى المنطقه ولا يعرف كلمه ولا يعرف اي حاجه. هو لا يعرف حاجه. ظنه مو ظنه ظنه. فضروري انك انت تعرف. كلامي هذا عام على كل المستويات. مستوى ثقافي، مستوى فهم في الفهم الديني، مستوى معرفي، مستوى كل مستوى كل نفس الشيء. عين صغير فيك هذا هو معهم فهمية صح كله يقولوا صح يلا غير فيك قطعة قطعة لحد ما يخليك بلدي حبيبوك هتصير مش بلدي هتصير ايش؟ بلده هتصير خلاص بلده انت هتصير مشكلة كمان ايش؟ ليه؟ هنا كل هذا هتصير انت تصير مشكلة ما حد يقدر يزور هذا المستوى خلاص ما حد يقدر يقول انه هو ماذا حيصير معروف وحيصير برد وحيصير خلاص تمام هذا اللي حصل انا شخصيا مريت بتجربه زي كذا وشفت تمام فاتمنى انها تكون واضحه وهذا هنا وصلت لواحد مو صعب دائما لما تكون المشكلة عندك انت مسؤول عنها بس الخطوة الجاية انك